حبايبي اليوم أنا صارت مو بس صديقة، يعني كانت أخت وأزمن أخت. اليوم قاعدين أنا وياها ومصلخين يعني ولا بسين أي شيء. سامعين بمقولة العذر أقبح من الفعل؟ هاي المقولة تنطبق على فاطمة الخالدي بعد الفضيحة اللي انتشرت لها. قالت وبررت انه هذا الفيديو صديقتي طلعته، كنا انا وياها قاعدين وصورتني وقلت لها ليش صورتيني؟ قالت انا صديقتك ليش ما تثقين بي؟ اقول لكم خلينا نشوف الفيديو. لهم من هذا اشتركوا بقناة المميز على اليوتيوب، جماعة التيك توك لا تخمطوا مقاطع. حبايبي اليوم انا صارت لي مشكلة كلش كبيرة، طبعا كانت عندي صديقة مو بس صديقة يعني كانت أخت وأزمن أخت. مرة من الأيام قاعدين أنا وياها ومصرخين يعني ملابسين أي شيء، ملابسين ملابس يعني بنات وبنات، ملابسين أي شيء، ملابسين ملابس يعني بنات وبنات عادي. قامت صورتني وبقيت هاني ما قبلت الصور وقلت لها مسحي، قالت والله مسحتها. وبعدين قالت شنو أنا صديقتك متأمنين بيها من هذا الحكي.